هوريكوا دلوقتي معايا الحاجات اللي انا دفعت فيها فلوس كتير جدا وكانت بالنسبة لي مقلب وما استفدتش بيها اي حاجة. كل يوم التكنولوجيا تطلع لنا حاجات جديدة وتقول لنا يلا اجروا تعالوا اشتروها، زي مرة مكنة الوافل، مرة مكنة البانكيك، مرة مكنة الفشار، مرة غزل البنات. تعالوا هوريكم تجربتي مع التكنولوجيا ومع الفلوس الكتير اللي انا صرفتها على حاجات في الاخر ليها بدايل سهلة وسريعة وموجودة في مطبخي وما كانتش محتاجة كل الفلوس اللي انا دفعتها دي. ده جهاز للبانكيك، ده من الاجهزة اللي انا جبتها وندمت ان انا جبتها لانه للأسف ما وفرليش اي حاجة، لا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. بالعكس انا لما قارنته بالفرن لقيت ان الفرن يكسب في انه بيعمل لي كمية اكتر في وقت اقل وبدون تكلفة كهرباء زيادة. برضو من الاجهزة اللي انا جبتها وندمت ان انا جبتها جهاز البخار لتسوية الخضار على البخار، جهاز كبير ومكلف، مكلف في الكهرباء وهو سعره كان غالي، في حين ان انا لما بستخدم الواقع على البوتاجاز بيأدي لي نفس المهمة وتقريبا نفس التوقيت او اقل بكتير، وبوفر معاه كتير ان انا بستخدم غاز مش بستخدم كهرباء. وبالنسبة لي الجهاز كان يعني اتركن، من الحاجات اللي اتركنت. برضو كنكة القهوة من الحاجات اللي اتبهرت بيها لما شفتها على النت ورحت جريت اشتريتها، فيها عيوب كتير من ضمنها ان هي مش بتفصل. مكنة القهوة دي بقى ليها قصة معايا، ان انا بالفطرة لما باجي بعمل قهوة على النار بحطها على النار وبفضل احركها علشان ما تفرش مني. انا شغلتها عادي يعني بالاستخدام العادي ان انا حطيتها في الكهرباء وهي فارت وانا فضل عمالة اعمل كده علشان تبطل فوران وهي ما زالت مستمرة. فدي كانت بالنسبة لي الموقف ده ما حسيتش ان هي ليها اي لازمة، غير ان انا اكتشفت انها بتسحب كهرباء كتير جدا تعادل استخدام البويلر، فطبعا بالنسبة لي ما كانتش احسن حاجة. ورجعت تاني استبدلتها بكنكة القهوة العادية. رمضان وليالي رمضان، الجهاز ده بيفكرني برمضان، انا ما بستخدمهوش غير مرة في السنة. غير ان هو انا مش هتكلم على ناحية الكهرباء لانه ما بيستهلكش كهرباء كتير، بس كون ان انا استخدم جهاز مرة واحدة في السنة ده بالنسبة لي يعني حاجة مش كويسة، ان انا جايبة جهاز استخدمه مرة في السنة. غير ان نتيجته مش دايما بتطلع كويسة او مرضية بالنسبة للولاد ان هم ياكلوا زبادي معمول في البيت. فانا بالنسبة لي فكرة ان هو يتعمل في الفخار او ان انا اشتريه من مكان موثوق فيه اجيبه لولادي، بالنسبة لي كانت فكرة ان انا اقتنيه فكرة فاشلة بالنسبة لي. وفكرة ان انا اقعد انتظر 8 ساعات علشان منتج يطلع لي وفي الاخر انا مش عارفة النتيجة هتكون مرضية بالنسبة لي وبالنسبة لولادي ولا لا، فانا بالنسبة لي الجهاز ده اتركن على جنب. حاجات كتير بنجيبها غير اللي موجودة عندي وبرضو ما بنحسش ان هي مفيدة قوي. عايزاكم تتفاعلوا معايا وتقولوا لي ايه اللي انتوا جبتوه وما استفدتوش بيه او كان بالنسبة لكم مقلب. من ضمن الحاجات اللي انا برضو استخدمتها وما عجبتنيش وكان البديل بتاعها رخيص جدا وسهل وما بياخدش مساحة، مكنة الوافل. بالنسبة لي دي كانت حاجة رخيصة وسهلة وبتتطبق وتتحط في اي درج، مش بتاخد مساحة، مش بتاخد كمية فلوس كتيرة، مش بتاخد كهربا، وادتني نفس النتيجة واحسن. ياريت تشاركوني وتقولولي ارائكم وايه الحاجات اللي انتوا استخدمتوها وحسيتوا فعلا ان هي قيمتها فيها، وايه الحاجات اللي انتوا جبتوها واستهلكتوا فيها فلوس كتير وطلعت اي كلام. اشوفكم الحلقة الجاية.